فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يصلي بين الأذان والإقامة، بعض الناس يصلي بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر أكثر من 10 ركعات، ويقول إن بين كل أذانين صلاة، فهل فعله صحيح أم أن الأفضل أن يقتصر على ما ورد في السنة من السنن الرواتب؟ العصر ما لها راتبة قبلها ولا بعدها، يصلي ما تيسر له. ورد الحديث من صلى 4 قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، إذا صلى 4 أو ركعتين أو زاد على 4 المجال مفتوح والحمد لله. لو صلى من الأذان إلى الإقامة ما في بأس، زيادة خير. نعم، حفظك الله. الاستمرار على عدد معين 10 ركعات باستمرار، استمرار لا إلا بدليل. نعم.